حقيقة هذا الموضوع يمكن احنا تطرقنا له في اكثر من مرة بناء على طلبات المقدمة ومراجعات المواطنين على هذا الموضوع. نفس الموضوع حقيقة دائما يكرر، وهذا اعتقد يعتبر خلل على من يمنع هؤلاء الناس من استغلال ارضهم، والذين هم حسب علمنا وحسب ما نراه يمتلكون سندات صادرة من التسجيل العقاري في سامراء. حقيقة نقول للجميع لو كانت هناك مشكلة فعلا مشكلة قانونية فهناك دوائر مختصة على رأسها القضاء ومحكمة سامراء وباقي الدوائر الأخرى، لكن لا يجوز لأي جهة أن تتدخل دون اختصاص في هذا الموضوع. نحن كحكومة محلية ما يعنينا حقيقة نعطي رأينا في هذا الموضوع. باقي الدوائر الأخرى إذا كانت هي الأرض الزراعية فهناك دائرة زراعة، إذا كانت الأرض هي تابعة للبلدية فهناك دائرة بلدية هي اللي تكون هي اللي طالب وهي اللي تنقض وهي اللي تشتكي، وإذا كان هناك أيضا موضوع متعلق بدائرة التسجيل العقاري فموجودة دائرة التسجيل العقاري. كل الدوائر اللي موجودة في سمرة هي شغالة وعاملة بشكل جيد وطبيعي. يفترض أي جهة الجهات الأمنية واجبها أمني معروف لدى الكل لا علاقة لها في توزيع الأراضي إطلاقا، وهذا حقيقة الكلام نقوله قانونا ومسؤولين عليه أمام القانون. إذا كانت هناك شبهات فساد، إذا كانت هناك فهناك دوائر كثيرة، دائرة النزاهة موجودة، دائرة الرقابة المالية موجودة، فكل الدوائر الأخرى هي موجودة، وممكن أنه أي إنسان لديه مخالفة قانونية أو غير ذلك يخضع لهذه الدوائر، ممكن من خلالها يتم التحقيق في ذلك.